في عناوين النشرة: دائرة الإحصاء لا تحصي الهدر العام. هي حالة غير اعتيادية وشاذة كما جرت العادة. رصاصة واحدة أردت مسؤول المعلومات في مرياطة. هو بينتمي لسلك لشعبة المعلومات يلي هي عم تكشف جرائم أكبر من هيك. ديالا وكوباني بلا داعش، الدولة الإسلامية تتقلص. وفي النشرة: رحل روسوس تماما كما أراد. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. جلسة رابعة من الحوار بين حزب الله والمستقبل في عين التينة بدأت وانتهت بعيدا من الإعلام، ونتيجتها تأكيد على الموقف الثابت بدعم الجيش والقوى الأمنية بكل الوسائل في مواجهة الإرهاب وحماية لبنان. الجلسة أتت بمراقبة وزارة المال التي منعت المتحاورين من تناول الأريدس على مائدة الطعام، بعدما ضبط وزيرها علي حسن خليل 19 طنا يحتوي على جراثيم. لكن لا داعي إلى نشر الذعر في الأمعاء اللبنانية، فما دخل خرج، والأطنان 19 استهلكوا ومروا في أمعائكم منذ 7 أشهر. وهذه إشارة أخرى إلى أن اللبناني عصي على الجراثيم، ونحن بلد لا نصح، وإذا تماثلنا للشفاء فإن صيدلياتنا تهددنا بدوائنا. وتلك رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري تتلاعب بإيصالات رسمية وتستخدم أدوية منتهية الصلاحية، أو على أقل تقدير فإنها تبيع الدواء مرتين وتتمكن من التواري عن الأنظار. أمر عادي أن نحصي الخسارة كل يوم، لكن ما ليس عاديا هو أن تقع الخسارة في حصن دائرة الأحصاء المركزي، حيث يجري تأجير عقار دولتنا ب1000 ليرة للمتر الواحد، فيما نستأجر من الغير ب400 دولار، وتصبح المناقصات ترفا لا لزوم له. كله عشب ينبت على ضفاف الدولة التي تحيا سياسيا اليوم على وقع البيعة من الرياض إلى وسط بيروت. فوفود المعزين بالملك عبد الله تتقاطر إلى السعودية، ومن لم يستطع إلى البيعة سبيلا فقد أدى مناسك العزاء في مسجد محمد الأمين، وبينهم وفد حزب الله الذي ضم النائبين نوار الساحلي وعلي المقداد. وفيما قدم وفد التيار تعازيه إلى السفير السعودي في بيروت، فقد سافر العماد ميشيل عون إلى المملكة حيث الرؤية أوضح، وغدا يستطلعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارته للسعودية ولقائه الملك سلمان. أمنيا وبعد الجيش، استهداف لشعبة المعلومات في كمين غدر نصب للمؤهل الأول غسان عجاج في بلدته مرياطة. ظروف الحادث يكترفها الغموض مع ذهول وسط الأهل والشعبة التي وصفت العملية بالاغتيال. وعلى مرمى حجر من مرياطة ضبط الجيش عبوة معدل التفجير و4 قذائف وصاروخ في صغرتة بعد توقيف شخصين سوريين في كرم التين. وإذا كان الجيش اللبناني يحاول ضبط الإرهاب بالمفرق، فإن كوباني تحررت بالجملة بعد أشهر من الاحتلال والتوغل من جانب الدولة الإسلامية. عين العرب قاومت عن كل العرب بأبطالها من الأكراد ونضالهم واستمرارهم في أرضهم على الرغم من الخطر الأسود. كوباني أزاحت داعش وديالا طردتها، ما يرسم خريطة جديدة للدولة الإسلامية قد يدفعها إلى التكدس في سوريا، وبذلك يتعاظم الخطر على لبنان بعدما تصبح داعش على حدوده. إذن مسؤول فرع المعلومات في مرياطة غسان عجاج يسقط برصاصة مجهولة، تقرير للزميل جاد غصن.
في قرابة منتصف الليل سقط المؤهل الأول في قوى الأمن الداخلي غسان عجاج بطلق ناري في سيارته بعدما ركنها في مرآب منزله حيث كانت تنتظره زوجته وأولاده الأربعة. ظروف الجريمة لا تزال مجهولة، غير أن المعلوم أن عجاج قتل بطلق ناري واحد أطلق من بندقية حربية. رصاصة متفجرة أصابت عجاج في رأسه ليقتل من فوره. عند الساعة 11 من الليل أطلق الرصاص من هنا، طلقة واحدة أطلقت من هذه الزاوية لتصيب السيارة في زجاجها الأمامي وتدخل الرصاصة المتفجرة إلى رأس المؤهل الأول غسان عجاج. وسط ذهول الأهالي وري عجاج في الثرى بعد صلاة الظهر في بلدته مرياطة، فأهالي القرية الشمالية لا يعرفون لغسان عجاج عداوة ولا نزاعا مع أحد. الأهالي يصفون الجريمة بالاغتيال، خصوصا أنها أتت بعد عام ونصف على إحراق مجهول لسيارة الرانج روفر التي كان يملكها عجاج في المكان نفسه الذي قتل فيه. هو بينتمي لسلك ولشعبة المعلومات يلي هي عم تكشف جرائم أكبر من هيك، بقى بالأحرى أنه هو أحد عناصرها. وهيدي أنا بقول لك بمرياطة جديدة، ما مش حديثة العهد علينا. من بعد ما أحرقت سيارته الأولى هل كان عنده قلق أنه في حدا مستهدفه؟ أكيد، أنت بتعرف اليوم كل الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية هي عندها خوف بهالوضع هذا أنها تستهدف من أي جهة تانية، خاصة يعني أنه في العين عليها. أكيد هو كان عنده هالقلق. التحقيقات مستمرة لمعرفة خلفية الجريمة والجهة المسؤولة عن مقتل غسان عجاج البالغ من العمر 47 عاما، فيما تعويل الأهالي على شعبة المعلومات المنضوي عجاج تحت لوائها لكشف ملابسات ما جرى في أسرع وقت. من بلدة مرياطة قضاء أصغرتة، جد غصن، قناة الجديد. أمام مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة هدر للمال العام من خلال انتقال مبنى دائرة الإحصاء المركزي، فهل يصادق على هذا الهدر؟ كان لافتاً أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام خلا من أي إشارة لمكافحة الفساد والهدر في المال العام. البيان المقتضب لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي توجه لإصلاح الإدارة. على أن تواضع الأمال والتوقعات في البيان الوزاري لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها البديهية، فكيف الحال إذا كنا إزاء هدر محتمل في إدارة رسمية تتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء أي إدارة الإحصاء المركزي؟ كيف؟ ما تشاهدونه الآن هو مثال حي عن الطريقة التي تهدر بها دولتنا العزيزة مبالغ وبملايين الدولارات، بل كل عشرات الملايين. كيف تؤجر المتر بألف ليرة وتستأجره بأربعمائة دولار أمريكي؟ كيف أصبحت المناقصات ترفا في عرف الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ هنا في ميناء الحصن تستأجر الدولة عقاراً لصالح دائرة الإحصاء المركزي بقيمة 400 دولار للمتر المربع، ولكن الدائرة باتت مطالبة بإخلاء المبنى، ليس لأن دائرة الإحصاء أحصت قيمة مرتفعة، بل لأن صاحب المبنى يطالب بذلك. هكذا قدمت مدير الإحصاء المركزي مارال توتاليان كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطالب فيه بالانتقال إلى مبنى آخر يقع، ويا للمصادفة، بالقرب من مقر إقامتها أي في أنطلياس جل الدين. على أن ذلك ليس ما لفت انتباهنا، بل استناد الكتاب إلى عرض واحد مقدم للإدارة، كان ذلك لافتاً جداً. هكذا رحنا ندقق مع المحامي والمحاضر الجامعي علي زبيب في قانونية الإجراءات التي اتبعتها إدارة الإحصاء المركزي والتي من الممكن أن تفضي إلى هدر من خانة الأصفار الستة وبالعملة الأجنبية. يعني أنا أول شيء بحب أطلق توصيف على الحالة اللي نحن أمامها، أنا بسميها حالة الـ unusual as usual، هي حالة غير اعتيادية وشاذة كما جرت العادي. ما هو غير العادي كالعادة في مراسلات السيدة مارال توتاليان؟
أرفقت مدير الإحصاء المركزي طلبها بإخلاء المبنى الحالي واستئجار آخر بعرض واحد فقط مقدم من شركة في أنطلياس جل الديب، مستندة إلى السعر المقترح للمبنى الجديد وهو أقل بحدود 175 دولارا للمتر المربع الواحد مقارنة بالمبنى الحالي. لسامعه الموضوع صحيح، بس أنا حأعطيك مثل بسيط جدا وقريب للمشاهد. إذا حضرتك رياض قبيسي عم تشتري قنينة مي صغيرة اللي هي السعر المتعارف عليه 500 ليرة لبناني ب 5000 ليرة، فهيدا طبعا غبن فاحش. إذا أنا بجي وبقول رياض عم ينصبوك وعم تاخد القنينة ب 5000، أنا جايب لك عرض تشتريها ب 3000، ما لازم تهلل لأنه فعليا بعده الغبن فاحش. فمش معناتها إذا بجيب عرض أقل معناتها صار هو الخيار الصحيح. الخيار الصحيح هو أن يجيب استدراج عروض، بيجي واحد بيعطيني بألف، واحد بألفين، واحد بخمسمية، بنقل الخمسمية إذا المواصفات مطلوبة، وهذا الذي لم يحصل. أين مناقصة استدراج العروض؟ ذلك هو تحديداً ما لفت انتباه إدارة الأبحاث والتوجيه، التي وإن أقرت بحاجة وضرورة انتقال دائرة الإحصاء المركزي إلى مبنى جديد يلبي حاجاتها، فإنها دعت إلى الإعلان عن الحاجة وفقاً للأصول، خصوصاً بعدما قارنت من جهتها العرض الوحيد المقدم لمبنى خارج بيروت مع بدلات الإيجار التي تدفعها الدولة عن مبان في قلب العاصمة كستاركو والعزرية، وهي أقل من العرض المقدم. وفي مليونين دولار لم تذكر. مليون دولار لم يتم احتسابهما من ضمن القيمة التأجيرية للعرض المقدم، توقفت عندهم إدارة البحث والتوجيه لتبدي ملاحظة إضافية تتعلق بهذا المبلغ الضروري لتجهيز المبنى غير المجهز على مستوى التشطيب والتقطيع. بجميع الحالات إذا حتى بموضوع الأشغال ما صار في مناقصة، حتى بموضوع الأشغال ما صار في استدراج عروض، ما صار في يعني لا بالأجار صار في مناقصة ولا بالأشغال صار في مناقصة. كيف ستتعامل مديرة الإحصاء المركزي مارال توتاليان مع ملاحظات إدارة البحث والتوجيه؟ هل ستتريث إذا ما هبطت عليها فجأة عروض رسمية هي أقل وبأشواط من العرض الوحيد الذي تتسلح به؟ غدا. ليشو الملف عندك بالكامل يعني؟ نعم. من وين أخذتوا هذا الملف؟ وأنا بعتبره هدر موصوف للمال العام. هل باتت الأماكن البعيدة نسبياً من الخطر كالكازينو وبعض الفنادق مستهدفة في لبنان؟ تقرير للزميلة نوال بري. احتل خبر تناول إفادة الانتحاري إلي الوراق الموقوف لدى الجيش اللبناني عناوين بعض الصحف اللبنانية نهار الجمعة، التي تحدثت عن اعترافات أدلى بها تفيد أن الموقوفين كانوا يعدون لتفجير كازينو لبنان في جوني وكازينو رويال وفندق رويال في دبي، وكانت العملية ستجري من خلال سيارة مفخخة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات يقودها الوراق. الخبر لم يترك أثرا كبيرا في الشارع اللبناني باعتبار أن القوى الأمنية لم تؤكد هذه المعلومات، لكن البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية نهار السبت نصحت فيه مواطنيها بعدم التوجه إلى لبنان أوضح الصورة، إذ لفتت السفارة إلى أنه بعد فترة الهدوء التي عاشها لبنان فإن هذه الاعترافات هي بمثابة تذكير بالوضع الأمني فيه، خصوصا أنها أشارت إلى مناطق تعد أقل خطرا. مصادر أمنية أكدت للجديد أن الوراق اعترف أن المجموعة كان لديها بنك أهداف على رأسه مناطق شيعية وعلوية ومناطق السياحة المسيحية، ومن ضمن الأماكن المسيحية كازينو لبنان وفندق لرويال. ولما كان المخطط أن يفجر الوراق نفسه ليلة رأس السنة في الكازينو فقد منعته أسباب لوجستية من تنفيذ مهمته بحسب اعترافاته. الكازينو ظل بعيدا من الإعلام، فالمرفق الرسمي محاط بمراكز للجيش وقوى الأمن والمعلومات، وبالتالي فإن أمن مستتب في محيطه. فماذا عن فندق لرويال؟ هلا السفارة الأمريكية عم تعمل واجبها لتشيل الليبيليتي عنا، تبعت لرعاياها، بس كمان إذا بتلاحظي كمان نقلا عن تقارير وكمان عن الجريدة، يعني كله ما حدا عم بياخذ الأمر إنه منه طالع الخبر، كله دائما هذا المصدر غير رسمي. وهون بيطرح السؤال، طب إنه إذا هذا المصدر غير رسمي تناولوه، طب إذا مزبوطة ما احنا حكينا من القوى الأمنية وما حدا إجازانا وما حدا قلنا تنشدد الحماية، طب إذا منش مزبوط طب وين الرادع لهذا الخبر المدمر اللي بيأذينا
وبيأذي الاقتصاد. هل كان في تواصل من قبلكم مع القوى الأمنية تتأكدوا من هذا الخبر لتعرفوا شو الإجراءات اللي بدكم تتخذوها؟ طبعا تواصلنا مع الأجهزة الأمنية المعنية. كان في نكر للخبر وقالوا هذا الخبر غير صحيح. اليوم الأوتيل أخذ احتياطاته الأمنية بهذا الإطار؟ نحن عنا أمن وقائي Preventive Safety and Security، عنا أجهزة Detection، وعنا كاميرات بلش من الأوتوستراد للأوتيل. الأمن مش مورا هالموضوع أكيد، من وقت ما فتح الأوتيل الأمن موجود ومستتب 100%، والحواجز الأمنية حوالينا موجودة مدورياتها. بالنهاية يعني إذا في حال يصير شيء يصير على الموظفين قبل الزبائن، يعني ما حدا أغلى عليه غير حياته. وإذا بده يصير شيء أول ناس نحن نفل إذا في حال أي في خطر حقيقي. بس مثل ما شايفة الموظفين كلهم موجودين، وهالإشاعات العالم زهقت منها وقرفتها، وما دام آمنة بلبنان حضر لهم آمنة بالسياحة تبعيته. الاعترافات الأخيرة والمتزامنة مع القبض على شبكات تعد لأعمال إرهابية تؤكد أن الهدوء الذي عاشه البلد في الآونة الأخيرة ما هو إلا هدوء حذر. تعمل الأجهزة الأمنية مجتمعة للمحافظة عليه بإمكانياتها كافة، فعين الإرهاب ما زالت مصوبة على لبنان واستقراره. النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري بجرم التلاعب بإيصالات رسمية واستخدام أدوية منتهية الصلاحية بعد تزوير تاريخها وبيعها، وأصدر القاضي إبراهيم مذكرة بحث وتحر في حقها لتواريها، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات. الداء في المسؤولة عن الدواء وليس الدواء، بهذه الكلمات يطمئن مسؤول في مستشفى رفيق الحريري الجامعي المواطنين عارضا تفاصيل قضية رئيسة قسم الصيدلة ممنون التي كانت تخضع للتحقيق في شبهة هدر المال العام منذ 4 سنوات، واليوم الشبهة صارت جرما. وبحسب معلومات الجديد القضية محض مالية لا صحية، ويمكن وضعها في إطار حاميها حراميها. فميمنون لم يثبت بيعها أدوية منتهية الصلاحية، بل كانت تجري عملية احتيال فتستبدل فيها الأدوية غير المخصصة للبيع وتقوم بالتلاعب بها لتبيعها لحسابها الخاص. كما ثبت أن المرأة كانت تتلاعب بأدوية مرض السرطان، فكانت تبيع المرضى بقايا دواء سبق واستخدم جرعات منه مرضى آخرون فتقبض ثمن الدواء مرتين. الشك في ميمنون بدأ منذ 4 سنوات حين تقدم أحد الموظفين في المستشفى بشكوى لدى الإدارة يطرح فيها علامات استفهام حول طريقة عمل الموظفة المذكورة، فتم تكليف رئيسة قسم مصلحة التدقيق الداخلي القضية ليتبين لها أن بعض أدوية مرض السرطان لا يجري تسجيلها. حين ذاك أوقف راتب ميمنون وطلب من التفتيش المركزي فتح تحقيق في الموضوع. التفتيش وبعد فراغه من تحقيقاته أصدر قراراً فضى بإحالتها إلى النيابة العامة المالية بتهمة هدر المال العام، وبتحويلها إلى المجلس التأديبي لنقابة الصيادلة لاتخاذ القرار الوظيفي بحقها. كما شكلت لجنة بين وزارة الصحة والمستشفى لتحديد قيمة المبالغ المهدورة التي حتى الساعة لم تعرف قيمتها النهائية. وبحسب المصدر فقد وجد المفتشون أدوية منتهية الصلاحية في الصيدلية، لكن لا إثبات حول بيع ميمنون أيا منها. ويختم المصدر: المستشفى كف يد رئيسة قسم الصيدلة منذ 4 سنوات وأوقف راتبها، إلا أن الأخيرة كانت تحضر يوميا إلى المستشفى لتسجل اسمها على الدوام بذريعة أنها مظلومة وتريد أن تحفظ حقها في حال ثبتت براءتها. أما اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي فمن صمدت 4 سنوات تبين أنها هربت خارج البلاد، لذا صدرت بحقها مذكرة بحث وتحر. نانسي السبع، قناة الجديد. تقبل التعازي بالملك عبد الله بن عبد العزيز في مسجد محمد الأمين في بيروت مستمر.
واصل السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري وأركان السفارة تقبل التعازي برحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولهذه الغاية تدفق المعزون من وجوه سياسية وحزبية وروحية وعسكرية وفنية إلى قاعة الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت. ومن أبرز المعزين وفد من حزب الله ضم النائبين نوار الساحلي وعلي المقداد، وآخر من القوات اللبنانية ضم جورج عدوان وأطوان زهرة وفادي كرم، إضافة إلى الرئيس أمين الجميل والنائبة بهية الحريري ووزير العدل اللواء أشرف ريفي وحاكم مصر في لبنان رياض سليمي. ومن المعزين وزيرات داخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، ووفد من تكتل التغيير والإصلاح برئاسة إبراهيم كنعان، إضافة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد، والمفتي السابق محمد رشيد قباني. وحضر إلى مسجد محمد الأمين معزيا السفيران الفرنسي والبريطاني ووفد من أهالي العسكريين المخطوفين، إضافة إلى عدد كبير من النواب الحاليين والسابقين ووفود عسكرية وأمنية وعلمائية وفنية. وزير العدل اللواء أشرف ريفي يرد على كلام الشيخ نعيم قاسم منتقدا ما سماه سياسة التذاكي والمغامرات. رد وزير العدل اللواء أشرف ريفي على كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، معتبرا أن محاولة إحياء معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي محاولة تذاكٍ. وفي بيان قال ريفي: استمعنا إلى كلام الشيخ نعيم قاسم مستعيدا المعادلة الخشبية الجيش والشعب والمقاومة، وإزاء هذا الكلام لا نجد إلا أن نذكر حزب الله أن الزمن لن يعود إلى الوراء، وبالتالي فإن محاولة الحزب إعادة إحياء هذه المعادلة التي أسقطها البيان الوزاري هي محاولة للتذاكي والاختباء وراء المؤسسات العسكرية والأمنية وتدفيعها ثمن سياسة المغامرات والتبعية للنفوذ الإيراني التي أدت إلى توريط لبنان في الأحداث السورية ولا تزال. وأضاف ريفي: نقول بكل صراحة لحزب الله يكفي تذاكيا وهروبا إلى الأمام، فالوطن يعيش محنة تتطلب الدعم الكامل للجيش والمؤسسات الأمنية كي تقوم بمهامها في حماية لبنان. أما السلاح غير الشرعي الذي تضعونه بخدمة الأجندة الإقليمية لإيران فهو مرفوض. أحال وزير المال علي حسن خليل إلى النيابة العامة التمييزية ملفا متعلقا بإدخال كمية كبيرة من الأريدس المجلد الفاسد إلى الأسواق اللبنانية، وتأكدت الوزارة من مخالفتين، الأولى تتعلق بفساد البضاعة واحتواء على الجراثيم، والثانية التهرب من دفع الرسوم. وطلب خليل التحقيق داخليا مع المسؤولين عن هذا الملف في الجمارك الذين قصروا أو شاركوا في تغطية هذه العملية من جهة، ومع صاحب العلاقة الذي تصرف بالبضاعة. من ناحية ثانية، أعطى وزير المال علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة 9 موظفين بينهم 3 من أمناء السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جرما جزائيا. أعلنت شرطة محافظة الأنبار غربي العراق فرض حظر تجوال شامل على مدينة الرمادي مركز المحافظة، وذلك مع انطلاق عملية عسكرية كبيرة لتحرير مناطق المدينة من تنظيم داعش. وقبل الموصل، ديالا وكوباني تحررتا من سيطرة داعش. بعد معارك ضارية خاضتها القوات العراقية بمساندة قوات الحشد الشعبي الموالية للحكومة وأبناء العشائر، تحررت محافظة ديالا من داعش. 3 أيام من العمليات المتلاحقة أفضت في نهاية الأمر إلى إعلان قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي تحرير المحافظة الواقعة شمال شرقية بغداد، ومقتل أكثر من 50 مسلحا من التنظيم. وأشار الزيدي إلى أن القوات العراقية باشرت اليوم تطهير المنطقة من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو داعش في الطرق والمنازل المفخخة والبساتين. ويأتي تحرير محافظة ديالا الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال شرقية بغداد مع أنباء تفيد بأن القوات الكردية سيطرت تماما على مدينة عين عرب كوبان السورية قرب الحدود مع تركيا، وتمكنت قوات البشمركة من طرد مقاتلي تنظيم الدولة بعد معارك استمرت قرابة 4 أشهر
حصلت فيها القوات الكردية على دعم من ضربات التحالف الدولي الجوية بقيادة الولايات المتحدة. ومع تحرير كل من كوباني وديالا تتقلص المساحة المسيطر عليها من داعش في كل من سوريا والعراق. وكانت داعش قد فرضت بهجوم شرس في حزيران الماضي سيطرتها على مدن مهمة من بينها الموصل، ثاني أكبر المدن في العراق. وبعدما وعدت داعش بالتمدد ها هي تتقلص. بدء اللقاء التشاوري الأول حول الأزمة السورية في موسكو، والنظام يشارك الأربعاء، والأسد يؤكد في حديث إلى مجلة Foreign Affairs الأمريكية أن حل الأزمة السورية يبقى سياسيا. انطلق في مبنى دار الضيافة في موسكو اللقاء التشاوري الأول حول الأزمة السورية بين شخصيات مدعوة من معارضتي الداخل والخارج السوري، إضافة إلى شخصيات تمثل المجتمع المدني، لينضم وفد النظام السوري الأربعاء المقبل إلى اللقاء وسط تشكيك في أجندة وجدول عمل اللقاء وما سينتج عنه، لا سيما مع أنباء عن تخفيض مستوى تمثيل النظام من وزير الخارجية إلى مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري يرافقه شخصيات من النظام. الائتلاف بدوره أعلن صراحة رفضه المشاركة أو إرسال ممثلين عنه، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن نحو 30 شخصية من المعارضة السورية تشارك في اللقاء، مشيرا إلى إمكانية أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بممثلي المعارضة والحكومة السورية. وفي هذا السياق قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع مجلة Foreign Affairs الأمريكية: نحن ذاهبون إلى روسيا وسنتفاوض، لكن هناك سؤال آخر، مع من تتفاوض؟ نحن كحكومة لدينا مؤسسات ولدينا جيش ولدينا نفوذ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا أو في أي اتجاه، أما الأشخاص الذين ستتفاوض معهم فمن يمثلون؟ هذا هو السؤال. وشدد الأسد على أن المعارضة يجب أن تكون سورية، وعندما يجري النقاش ينبغي أن يتم الفصل بين المعارضة الوطنية وبين شخصيات لا تعد كونها دمى، مضيفا: ليس كل حوار مثمر. واتهم الأسد العدو الإسرائيلي بتقديم الدعم للجماعات المسلحة في بلاده، معتبرا أن سلاح الجو الإسرائيلي يشكل القوى الجوية الخاصة بهذه الجماعات، وأقر بالخسائر التي تسببت بها الحرب الدائرة في سوريا قائلا: حققنا بعض التقدم خلال السنتين الماضيتين، لكن كل الحروب سيئة لأنها تنطوي على خسائر وعلى دمار. بين مخيمات اللاجئين السوريين يمر الجمال أيضا. في زيارة هي الخامسة إلى العراق منذ عام 2007، وصلت أنجلينا جولي الممثلة الأمريكية وسفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مخيم للاجئين السوريين والنازحين العراقيين بالقرب من دوهوك في كردستان، حيث أشادت بدعم حكومة كردستان وشعبها للنازحين ووصفت الإقليم بالملاذ الآمن. جولي رأت أن الأسرة الدولية لا تؤدي واجبها في حماية المدنيين المتأثرين من النزاع في العراق وسوريا. لقد صدمت بما رأيت اليوم، إنها الزيارة الخامسة لي إلى العراق منذ عام 2007، والمعاناة أسوأ من أي وقت مضى. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حصلت عام 2014 على نصف التمويل الذي تحتاج إليه البرامج في العراق وسوريا، وهناك قلق كبير حول بطء التعهدات بتقديم مساعدات هذا العام. من دون مساعدات إضافية الوضع لن يكون قابلا للاستمرار. وتعهدت الممثلة الأمريكية العمل على جمع مساعدات إنسانية وإيصالها للنازحين بشكل أسرع، في وقت بلغ عدد النازحين في إقليم كردستان إلى أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون حياة صعبة في مخيمات أنشئت لهم في أطراف أربيل ودهوك والسليمانية. انتخابات تشريعية في جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية ذات التاريخ السياسي المضطرب تصدر نتائجها الأربعاء. جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية هي دولة عربية إسلامية عبارة عن أرخبيل من الجزر، وتقع في المحيط الهندي على مقربة من السواحل الجنوبية الشرقية لقارة أفريقيا قرب السواحل الشرقية لموزمبيق. وكانت هذه الجمهورية تحت الاحتلال الفرنسي حتى عام 75، ومع زوال الاحتلال قام المرتزق الفرنسي بوب دينارد بمساعدة سرية من الحكومة الفرنسية بخلع رئيس أحمد عبد الله من منصبه عن طريق انقلاب مسلح.
المسلح لتشهد بعدها البلاد أكثر من 20 انقلابا عسكريا أو محاولة انقلابية، ما شكل عقبات أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهديدات للوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة. يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، ويشكل المسلمون 86% في مقابل 14% من المسيحيين. اسم جزر القمر الدولة الاتحادية ذات الماضي السياسي المضطرب برز اليوم مع الانتخابات التشريعية التي تجري في البلاد في ظل حملة خلت من الحوادث الأمنية وتنافس بين أنصار وخصوم الزعيم الشعبي أحمد عبدالله سامبي الذي رئيس البلاد بين عامي 2006 و2011. ولافت في الموضوع أن الانتخابات تجري بموازاة محاكمة 15 شخصا بينهم 4 أفارقة على الأقل من الكونغوليين، إضافة إلى مواطن تشادي في إطار المحاولة الانقلابية الأخيرة عام 2013. وفاة المغني العالمي دمس روسوس عن عمر يناهز 68 عاما. أنا اسمي دمس روسوس، ولدت في اسكندرية. هكذا عرف دمس روسوس بنفسه في زيارته الأخيرة لبنان عام 2013. المغني العالمي الذي باع ما لا يقل عن 60 مليون أسطوانة توفي عن 68 عاما في مستشفى خاص في أثينا. ولد روسوس في 15 من حزيران عام 46 في الإسكندرية من أب يوناني وأم مصرية من أصل إيطالي، كانا يعيشان في مصر. نشأ روسوس في الإسكندرية وعاش فيها حتى رحيل والديه إلى اليونان في أوائل ستينيات القرن الماضي بعدما فقدا ممتلكاتهما إثر أزمة قناة السويس. هناك بدأ حياته الموسيقية وهو في 17، حيث التحق بفرقة The Idols ثم انضم إلى فرقة الروك Aphrodite's Child التي أنتجت 3 ألبومات. بعدها بدأ روسوس بإنتاج أغانيه المنفردة التي حازت شعبية واسعة، ومنها Forever التي تصدرت قوائم الأغاني في بلدان عدة. روسوس كان من بين ركاب طائرة TWA التي اختطفت في حزيران عام 85 في بيروت، وقد نشر الزميل واصف عواضة هذه الصورة على صفحته، وهي تضم المغني العالمي ديمس روسوس والرئيس نبيه بري خلال مؤتمر صحفي عقد في بربور، وأعلن فيه الرئيس بري إطلاق سراح الرهائن الطائرة الأمريكية. مزج روسوس لغات عدة في أغانيه، وأدى عدد كبير من المغنين أعماله بلغات مختلفة منها العبرية، مع أن روسوس كان متضامنا مع الشعب الفلسطيني مقاطعا لإسرائيل. ابتعد روسوس في السنوات الأخيرة عن الأضواء، وكان آخر ألبوم له قد صدر عام 2009. كما في كل معركة يخوضها الجيش اللبناني، لا يتوانى النجم راغب علامة عن إعلان دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية. علامة وفي مقابلة مع الجديد قال إنه مستعد لحمل السلاح إلى جانب الجيش. بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي. الجيش اللبناني هذا الجيش البطل اللي قدم دمه فدا للوطن، يدفع يعني يدفع شبابه احيانا ثمن ويروي بدمائهم الطاهره ارض هذا الوطن لتحريره من الارهاب ولحمايه كل الشعب اللبناني. صلواتنا لهم ودعواتنا لهم
بالحماية والدعم اللبناني كلياته، بقول احنا كلياتنا جاهزين، نحن وأولادنا ونسائنا جاهزين لحمل السلاح الوقوف إلى جانب جيشنا للدفاع عن الأرض هذه البلد الطاهرة اللي عم يجرب ينجسها الإرهاب. رحم الله شهداء الجيش وحمى الله شبابنا الأبطال البواسل الموجودين على الحدود اللبنانية دفاعا عنا. كلنا للوطن للعلا للعالم، ملء عين الزمن سيفنا والقلم. مساء خليفي مكرما في النبطية. كرمت الفرقة الموسيقية في كشاف التربية الوطنية فوجك فرمان الفنان مارسيل خليفة في النبطية، وذلك في مناسبة ذكرى تأسيس هذه الفرقة. وقد حضر الحفل الفني حشد من فعاليات المنطقة ومحبي الفنان الذين ترجموا محبتهم وتقديرهم بأن أنشدوا معه بعضا من أغنياته المقاومة. شفتا يا سماء تمطر، شفتا يا سماء تمطر، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي، منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي. بعد ذلك قدم القائد العام لكشاف التربية جورج ديب درعا تذكارية للفنان خليفة، وقدمت الفرقة الموسيقية معزوفات موسيقية وطنية منها لمارسيل خليفة نالت إعجاب الحاضرين وتصفيقهم المتواصل. الجمال الكولومبي يتربع على عرش الكون. Miss Universe is Colombia. توجت الكولومبية باولينا فيغا ملكة جمال الكون بعد بلوغها نهائيات المسابقة إلى جانب ملكات جمال الولايات المتحدة والجامايكا وأوكرانيا وهولندا. وخلفت فيغا عريضة الأزياء والطالبة في العلوم التجارية البالغة 22 عاماً الفنزويلية غابرييلا إسلر، متغلبة على 88 من جميلات العالم اللواتي تنافسن على اللقب. فعاليات الحفل لانتخاب الملكة في نسخته 63 من هذه المسابقة جرت في مدينة دورال المجاورة لميامي شرقي الولايات المتحدة، وقامت ملكة فنزويلا التي نالت اللقب العام الماضي بتتويج فيغا التي تألقت بفستان فضي طويل، وقد دمعت عيناها فرحا وهي تزين رأسها بتاج ماسي جديد. وفيغا هي ثاني كولومبية تفوز باللقب بعد لوث مارينا سولواغا التي حملت اللقب عام 56. أما فيما خص الوصفات الثلاث فهن ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية وصيفة أولى، ملكة جمال أوكرانيا وصيفة ثانية، وملكة جمال هولندا وصيفة ثالثة. تابعتم في النشرة دائرة الإحصاء لا تحصي الهدر العام. هي حالة غير اعتيادية وشاذة كما جرت العادة. رصاصة واحدة أردت مسؤول المعلومات في مرياطة. هو بينتمي لسلك لشعبة المعلومات يلي هي عم تكشف جرائم أكبر من هيك. ديالا وكوباني بلا داعش، الدولة الإسلامية تتقلص. وفي النشرة رحل روسوس تماما كما أراد. كان هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.